وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى الرياض. جمال الوصيف مراسل القاهرة. جمال، فيما يتعلق بآخر ما بث لدينا بكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن إقامة الدولة الفلسطينية مسألة وقت، ماذا أو كيف حلل هذا التصريح؟ نعم تامر، بالتأكيد يعني البيان الختامي الذي صدر عن القمة العربية الإسلامية المشترك اليوم هو يحمل في طياته العديد من الرسائل والعديد من المعاني، وأيضا تغيير لغة الحوار في البيان بتحمل العديد من الخطوات التنفيذية والخطوات الحقيقية على أرض الواقع التي بالفعل بدأت منذ القمة الماضية بتشكيل اللجنة الوزارية التي تسعى إلى وضع خطة زمنية محكمة وأيضا وضع خطوط وحلول فعلية على أرض الواقع بجمع وحشد الأراء الدولية لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على الرغم من مما تفعله إسرائيل خلال الفترة الماضية من إبادة جماعية ورفض وأيضا منع من التوصل إلى حلول ودية وحلول سياسية في هذا السياق. كما يعني ذكر الأمين العام بأن هناك أعداد هائلة من المسلمين والعرب من الدول المشاركة في هذه القمة، أعداد بالملايين لن تقبل باستمرار هذه الحرب، وهي رسالة أيضا إلى العالم ورسالة أيضا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة التحرك والسماع إلى هذه الملايين من الشعوب التي تناشد وتنادي وتشجب منذ سنوات بما تقوم به الآلة الإسرائيلية في الإبادة الجماعية. البيان الختامي تامر شمل العديد من البنود والمستحدثة فيه، خاصة من حشد الجهود الدولية لوقف عضوية ووقف مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، هو أيضا رسالة أو له يعني فحوى جديد تقوم به الدول العربية والإسلامية من خلال البيان الختامي، وأيضا في ذات التوقيت الحشد لإيقاف ومشاركة الأمم المتحدة في إسرائيل في الأمم المتحدة، هو ذات أيضا الحشد الذي تسعى إليه الدول العربية والإسلامية لجمع هذه الحشود لدعم العضوية الكاملة لفلسطين والاعتراف بدولة فلسطين، خاصة من الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية في هذا التوقيت، مع أيضا الجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية المشكلة من اللجنة الماضية. هناك العديد من الدول اعترفت، وهناك أيضا العديد أبدت استعدادها للاعتراف في الوقت المحدد أو عندما تتهيأ الظروف، وخاصة هذا كان التصريح الواضح في الاجتماع السابق للتحالف، هو الاجتماع الأول الذي استضافته الرياض الأسبوع الماضي، التحالف لحل الدولتين. هناك العديد من البنود التي أيضا تضمنها البيان الختامي، وهو أيضا رسالة إلى المجتمع الدولي بوقف التعامل مع إسرائيل، وهو في محاولة أيضا للحصار أو دعم وحشد الحشود الدولية وحشد الأراء وأيضا الدول لوقف التعامل مع الجانب الإسرائيلي في كل الاتجاهات، خاصة أيضا مع البند الذي يتضمن مقاطعة المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا وضع حدود لدخول المستوطنين الإسرائيليين لدول العالم، هو أيضا يعني رسالة جديدة إلى دول العالم لحشد أراء وحشد أيضا والضغط على إسرائيل في كافة الاتجاهات سواء كانت اتجاهات سياسية أو اقتصادية وأيضا اجتماعية، بالإحساس بالذل والإحساس أيضا بعدم قبول الشعوب بدخول المستوطنين الإسرائيليين إليها، وبالتالي فهي ضغوط مكثفة تقوم بها القمة العربية الإسلامية متمثلة في القادة وأيضا اللجنة الوزارية المشكلة منها. أيضا ضمن هذه البنود هناك يعني ترحيب بما بالجهود المصرية القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار والوقف الفوري له في قطاع غزة، بالإضافة أيضا إلى دعم الحشود اللازمة للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر القادم. يعني هناك مؤتمر دولي إنساني أيضا ستستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، سيجمع عدد من الدول ويجمع عدد من القادة لحشد الأراء وحشد الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية وأيضا وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني وأيضا رفض قاطع للاعتداء الإسرائيلي وعدم احترام السيادة في الأراضي العراقية والسورية وأيضا الأراضي الفلسطينية. هناك العديد من البنود التي تضمنها أيضا هذا البيان التي تؤكد على الموقف العربي الإسلامي الواحد بضرورة حل القضية وحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وأيضا اختيار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وهو أيضا ما أكده البيان بما تقوم به الآلة الإسرائيلية وما يقوم به الجيش الإسرائيلي
الإسرائيلي بمحاولة إخفاء وتغيير هوية القدس ومناشدة المجتمع الدولي بضرورة احترام الشرعية الدولية واحترام المواثيق الدولية التي تؤكد أن القدس وأيضا الاعتداء الذي تقوم به الإسرائيلية على القدس وعلى المقدسات الدينية هناك سواء كانت المسيحية أو الإسلامية. فهناك رغبة عربية إسلامية بضرورة وقف حل لهذا العدوان الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني وأيضا على الأراضي اللبنانية. ومن ثم أيضا تضمن البيان تأكيد على موقف الدول العربية والإسلامية تجاه الأراضي الفلسطينية ووحدة الأراضي وسلامة وسيادة الأراضي العربية والإسلامية. بذكر اللجنة الوزارية، الحديث عن توسعة هذه اللجنة، هل التوسعة من حيث العدد أم من حيث المهام؟ هو اللجنة الوزارية منذ بداية إنشائها تامر وهو كان لم تقتصر على عدد محدد من الوزراء أو لم تقتصر على عدد محدد من الدول، فهي تشكلت من مصر والأردن وفلسطين وقطر وعضوية عضوية الأمين العام لجامعة الدول العربية وأيضا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأيضا كان في ضمن البنود والترحيب بأي دولة ترغب في المشاركة. وبالتالي المشاركة في اللجنة الوزارية هي مفتوحة العضوية لكافة الدول الراغبة في التوسيع. ليست من ناحية العدد، هل من ناحية المهام إذن؟ بالفعل يعني هناك مهام جديدة ستحمل على اللجنة الوزارية، إضافة أيضا إلى الأعداد التي ترغب اللجنة الوزارية وأيضا القمة العربية في زيادة الحشود. تواجد عدد كبير من الوزراء، كنا هناك 10 وزراء من خارجية من الدول العربية والإسلامية، من أفريقيا، من شرق آسيا، من الشرق الأوسط منضمين إلى هذه اللجنة، وبالتالي زيادة الأعداد تضمن زيادة الحشد الدولي وتضمن أيضا توصيل الرسائل بلغات مختلفة إلى دول العالم. إذن البيان يتحدث عن توسعة المهام من قطاع غزة ليشمل ما يدور في لبنان، هذا هو المقصود بتوسعة هذه اللجنة الوزارية المكلفة من ضمن بيانات هذه القمة. شكرا لك من العاصمة السعودية الرياض جمال الوصيف مراسل القاهرة إذ كنت معنا من هناك.